الكلام على انتشو كان ان هو كان هناك تقدم، بدأت كلام كبير جدا عن انه خلاص ما هتسمعوا اخبار كويسه خلال ايام، هتسمعوا اخبار كويسه، هتسمعوا اخبار كويسه. فجأة صدر قرار بحالة قضية معرفش هي تبع شوكان، محدش عارف هل فيها شوكان ولا ما فيهاش شوكان. احنا راح المحامين للنيابة قالوا ان هي مش قضية شوكان. كان يوم السبت او الحد فوجئنا بالكلام ان القضية احيت بعد مرور يومين على فترة حبس احتياطي، وكأن هناك من يريد ان يبقى شوكان داخل الحبس. اليوم ده المفارقة ان في اليوم ده كانت هناك انباء تتسرب بشكل قوي جدا من داخل الحكومة ومن داخل السجن عند شوكان، وخلاص طلع النهارده للأسف ده اللي كان بيحصل. فجأة فوجئنا بقرار صدر بأن قيل أن شوكان أحيلت قضيته ضمن القضية المحالة قبلها بأيام، رغم أن النيابة كانت بتنفي تماما. المحامين عندما تقدموا ذهبوا للنيابة حصلت قصة طويلة أعتقد هم هيحكوها بشكل أساسي، وفي بيان هيوزع عن مسار القضية وكيف وصل القضية. قد نفاجأ خلال يومين ما لم يتم الإعلان عن مصيره، عندما أمام إضراب جديد طويل عن الطعام، وهذا ما لم أكن أتمناه بشكل شخصي، ولكن هو سدت أمامه كل السبل والأفق بيضيق قدامه، وخلاص هو اكتشف يعني تساوت الأمور بالنسبة له، وما يعتبر ما يجري عليه الآن هو نوع من الموت. هو وضعه ربما يكون وضعه نفسي صعب جدا، وفي نفس الوقت هو قرر ان يتخذ السلاح الاخير. كل محاولات ارجاء هذا الوضع ربما تكون بقت فشل. نحن خلال ايام سيكون ربما يدخل شوكان، هو هناك تغيير وضع سيدخل ربما مع الطعام لفتره ربما تمتد كثيرا، ده لابد ان نعرفه. احنا الان اذا كان هناك جهات مهتمة بهذه القضية، أنا أعتقد أبسط أي متهم أن يعرف مصيره، أبسط حقوق أي متهم أن يعرف هل يحيى أم لم يحيى. التقابيل اللي هو جاي بعد يوم القتل امبارح اللي هو القتل بتاع سكان الجزيرة، كل الأحداث اللي موجودة للأسف دايما بتثير القلق على أوضاع الصحافة في مصر. اللي حصل النهاردة إحنا قدام قضية شوكان، المفترض يوم 14 أغسطس اللي فات كان شوكان أجمل سنتين في الحبس الاحتياطي، ده كان خلاص انهى مده الحبس الاحتياطي من 14 لغايه النهارده. احنا مش عارفين مصير قضيه شوكان، مش عارفين. المفترض كان يكون بيننا من يوم 14 باعتباره كل الفتره دي حجز، مش عارفين القضيه احيلت ولا ما احيلتش. الكلام كل اللي طلب الامين هيعرضوا لكم تفاصيل اللي حصل فيما يخص قضيه شوكان. شوكان دلوقتي بيتعرض لاوضاع صعبه كمان داخل محبسه، وهو نفسه ده مؤثر بشكل اساسي على وضعه النفسي.